السابعة عشر، عنوان الفيلم الذي أطلقته المؤسسة العامة للسينما بأحدث إنتاجاتها في المركز الثقافي العربي بمدينة سلمية، وبحضور مخرج الفيلم والكادر، إضافة إلى حضور كبير من أهالي المدينة وشخصيات كانت شاهدة على ما حدث بالتفصيل. فيلم الرحلة 17 هو حالة توثيقية وملحمة من ملاحم البطولة والمغامرات اللي قام فيها الجيش العربي السوري بمحافظة الرقة، طبعا بكل المحافظات السورية، بس نحن اليوم حكينا عن كتيبة الحرب الإلكترونية التابعة للفرقة 17 بمحافظة الرقة. حكينا عن مغامرة وبطولات تمت بالتعاون ما بين الجيش وما بين شرفاء محافظة الرقة لكسر الحصار اللي كانوا موجود فيه بهذيك الفترة. فهو الفيلم بيحكي عن رحلة غنية بالمغامرات لإنقاذ أرواح كتير أشخاص من الضباط، صف الضباط والأفراد اللي كانوا موجودين هني. حاولنا بهذا الفيلم ندمج ما بين الواقعية وما بين السريالية ببعض المحلات، فتنا لأعماق الشخصيات، لأعماق الضباط، لأعماق الأفراد، كيف ممكن هني يعيشوا، شو الحالات اللي بتمر عليهم، شو الذكرى اللي ممكن يعيشوها لحتى يضلوا دائما بأمل فك الحصار. حقيقة بيشرفني أني أدي دور هيك بطل، بيشرفني أني أدي دور هالبطل هذا اللي من آلاف الأبطال الشرفاء اللي كانوا بجيشنا العربي السوري. الرسالة منه هي كانت الإضاءة على بطولة من مئات آلاف البطولات الموجودة لحتى الناس تعرف شو عم يصير. الناس يمكن بالعادة بتسمع بالمجمل أو بتسمع بالعام، اليوم يمكن من خلال هذا الفيلم حاولنا نشرح هيك بالتفاصيل شوي، حاولنا نفوتهم بالجو اللي موجود من خلال الحكاية اللي حكونا إياها الضباط الموجودين معنا. الفيلم يحكي قصة واقعية عن بطولات الجيش العربي السوري من ضباط وصف ضباط وأفراد في الفرقة 17 التي كانت محاصرة من قبل التنظيمات الإرهابية. حاولنا نسلط ضوء على جزء صغير من تضحيات جيشنا بأحدى قطعاته، الجيش العربي السوري، والتضحيات كانت بكل قطعات الجيش العربي السوري الحقيقة والصمود، بس نحن حاولنا نجسد جزء من هاي التضحيات، نسلط الضوء على جزء من هاي البطولات اللي كانت هي الكتيبة للحرب الإلكترونية بالفرقة 17. وأنا لعبت دور العقيد أكرم الحسن حاليا لواء، وإلي الشرف أني شاركت بهذا العمل. أنا تشرفت وتكرمت أني جسدت شخصية أحد شرفاء ورجال الجيش العربي السوري، سيادة المقدم محمد حمود أبو يعقوب من الفرقة 17 بالرقة. إن شاء الله هيكون أديت الأمانة وأديت الرسالة مثل ما وعدته بإخلاص، لحتى نعرف كلياتنا نحن اليوم بسبب مين عايشين وبسبب مين كفينا حياتنا بالطريقة الصحيحة، هن بوجود أمثال هدول الشرفاء اللي ضحوا بأغلى ما يملكوا لحتى نحن نستمر. الفيلم جسد تضحيات الجيش العربي السوري وعملية الصمود في وجه الإرهاب ومحاربته رغم الحصار والهجمات المتكررة على نقاط الجيش.